كنسيدي واش عندك ورقه؟ تقول لي ما عنديش الورقه. كيقول لكم نتوما شحال؟ تقول لي حنا اربعه. كيقول لك سيروا ليه هما كياخذوا تعليمات من عند الشركه. الشركه اللي كتقول حلوا الباب سدوا الباب. دابا طرح شي سؤال على السيد، قلت لي علاش الناس بوراقيهم وما كتدخلش للتيران؟ حنا دابا شفنا هادشي وعايناه، راه ماشي حنا الناس بوراقيهم حاضرين. الناس بوراقيهم وما دخلوش للتيران، وكاينين وحدين دخلوا للتيران بلا اوراق. شكون اللي دخل هذوك الناس اللي بلا اوراق؟ شكون اللي دخلهم اخويا خالد؟ هذا سؤال كيخاصو التحقيق. هنا فين خاص التحقيق؟ راه ماشي اول مره غيوقع هاد الفوضى. انا خويا خالد البارح كنت غادي المقابله، قسما بالله وبعت البي ديالي، قلبي تهز في الصباح، حسيت بشي حاجه. لانني مشيت كونتر الالف في العام اللي فات في رمضان، كان نفس المشكل. كازا ايفنت ما يديرش الخدمه ديالها، حيت كيبقاو اعاده النظر ديالها. صراحه اعاده النظر في هادشي اللي ولينا كنمشيو اخويا للتيران، كنكونوا غاديين في الطريق باقي ما وصلناش، غاديين بالبي ديالنا الحمد لله، المسائل ديالنا غاديين كمشجعين تفرجوا ونشوف حالنا. ولينا غادي وخايف. انا البارح قلت لك والله العظيم قسما بالله الا بعت ورقتي كنت غادي وما قديش نمشي. انا حسيت بشي حاجه غتوقع. ديجا مشيت الماتش اللي فات، وقعوا بزاف د الحوايج، وخويا من خالد ما بقات لا شي. حتى الا ما قدرناش هاد الشركه هذه، ما قيناش في المغرب في شركه، نقدروا نجيبوا شركه من برا. نقدروا نجيبوا شركه، حيت الشركه ما دايرهاش خدمتها. راه كنقول لك اخويا خالد والله ثم والله الا الناس كتدخل التيران بلا ورقه بلا جوج، والله العظيم. شنو هو الحل باش ما يبقاش يوقع بحال هادشي مستقبلا؟ اخويا والله ما عرفت الحل، ما نقدرش نقول لك شنو. انا ما عرفتش هاد الحل. بحال مثلا من بعد من بين الحلول اللي قالوا للمواطنين دابا، قال لك اسيدي هاد الباب اللي ما كيتحل حتى الربعه يتحل مع الوحده. يتحل مع الوحده والناس تبقى تدخل بشويه بشويه، هذه زويونه. الناس جيب كري والناس هرات الشمس يخرج متفق معاك، ولكن ملي كيديروا مثلا واحد الوقت محدد مع الربعه كيولي اكتضاض. وشفنا البارح شفنا الاكتضاض اللي كان، والباب شوف تقريبا محلوته هكا. وشوف اش حبينا حنا نبقاو حالين تيقرب المباراه. شوف التنظيم كارثي، تنظيم اللجنه ديال اللجنه كازا ايفنت هي مولات، هي الاول في هذا السبب. ماشي اول مره كنقول لك، حنا هادشي ولا كيطرى غير في الاعوام ملي داروا الكيش، ملي داروا البيبان الكترونيك. كنقول لك خويا خالد ملي كان اسمح لي الراجا بزاف كيقولوها، وراجا والوداد ماشي غير في الراجا، عندنا جماهير كبيره، جماهير الرجاء راه كتعرف جماهير. راه شفتوا البارح راه ماشي الناس ديال كازا ولا المحمديه، راه الناس جديده اسفي مراكش اكادير من طنجه للكويره، كلشي كيجي يتفرج في الراجا. الرجاء راه فريق ديال الشعب، فريق ديال المغرب كامل، ماشي فريق ديال كازا. واش اللي غنقول لك هذا الشيء خويا خالد؟ هذا المشهد هذا يعني. والله مشهد كارثي. انا ما نكذبش عليك، والله على البارح انا ما صراحه الدريه بقات فينا بزاف، بقات فينا كي شفت. انا نكذب عليك، شفت هذاك شفت لا فيديو، شفت لي فوتو ديال هذا. طيب انت ضد هذيك الفكره ديال بعض الناس اللي كيقول لك راه هي بنت جدها تفرج؟ لا 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 شوف، ما انا ضد هذه الفكره. كرة القدم كرة شعبية، كيحبها الفقير، كيحب الغني، كيحبوها الناس، كيحبوها الدريات، كيحبوها الدراري، اطفال صغار، شيوخ، كلشي كيحب كرة القدم. وما تقدر تحرم حتى شي واحد. ما كايناش هذه القضية. شوف راه ما كايناش القضية ديال الدرية ما تمشيش التيران، محبة للفريق. ومسكينة الله كانت جات من الميسر ومشات تفرجات في مقابلة ديال الذهب. انا رجاوية من الدرية كنعرفوها. واش غنقول لك اخويا خالد؟